الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يزور مصر لمدة يومين الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنتاج زراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة الرئيس السيسي يواجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعه بتوقيت جرينتش نشره اخباريه مفصله تاتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم اهلا بكم مشاهدينا الكرام والبدايه بزياره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الي مصر زياره الرئيس الجزائري يناقش خلالها مع الرئيس السيسي عددا من علاقات التعاون والملفات الاقليميه والدوليه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس الجزائري يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر في زياره عمل لمده يومين ترتبط مصر والجزائر بمساحه كبيره جدا من المصالح المشتركه على كافه الاصعده فزياره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر تاتي في اطار التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الاقليميه والدوليه بشان قضايا المنطقه خاصه في الملف الليبي العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية بعمقها العربي حيث ترتبط البلدان بروابط وعلاقات متميزة على كافة الأصعدة ازدهرت وتطورت منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 للجزائر وهي الأولى له بعد توليه مسؤولية البلاد في ضوء العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والجزائري وتم خلالها استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائيه بهدف تعزيزها وتنميتها بما يتناسب مع تاريخ العلاقات بين البلدين وما شهده من مواقف مصيريه تبادلت فيها الدولتان ادوار التأييد والمسانده. تنسيق مصري جزائري مشترك في مختلف المحافل الاقليميه والدوليه بشان قضايا المنطقه ظهر ذلك جلياً في العديد من الملفات خاصة الملف الليبي حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا الملف التونسي أيضا كان على رأس مباحثات مسؤول البلدين خلال لقاءاتهما حيث تم التوافق على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده، بالإضافة إلى التنسيق السياسي بين البلدين بشأن قضايا المنطقة، كان هناك تعاون أمني وتبادل للمعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. الذي يمثل تهديدا للمنطقه باكملها اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين تكشف عن حجم الثقه المتبادله بين مصر والجزائر والعلاقات الوثيقه على المستويين الرسمي والشعبي والتي تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول العربيه للمزيد مشاهدينا الكرام من المتابعه ينضم الينا هاتفيًا الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام اهلا بحضرتك استاذ اشرف اهلا بك خير اذا هي علاقات متميزه بين كل من مصر والجزائر على كافه الاصعده كيف تقيم زياره الرئيس الجزائري في هذا السياق وخاصه في ظل متابعه الملفات المشتركه والتي يتصدرها في هذه المره الملف الليبي بكل تأكيد هذه الزيارة الأولى يعني للرئيس بتركيز تبون بعد أقل فقرة في العامين الماضيين وأعتقد هناك رغبة جزائرية مصرية في إمكانية الاستفادة من فتح نهج جديد في مسار العلاقات المصرية الجزائرية بعد حفل الاستقرار الكامل في الجزائر في السنوات الماضية وأعتقد أن هناك رغبة مصرية جزائرية في تعبير العلاقات على مسار المستوى الثنائي لاحداث نوع من النقله النوعيه في مصر هذه العلاقات بعد فتره ركود في العالم العربي نعم 18 سنوات بسبب احداث الربيع العربي اعتقد هناك ايضا رغبه في إمكانية بلورس هي مشتركه بين الذهبين لقبائل الاقليم العربي في المرحله القادمه خاصه ان مصر على قطر الشرعيه يحظى في الاونه الاخيره في السنوات الاخيره بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده المصريه لتوسيع محركات التشغيل والتفعيل في العلاقات الشخصيه العربيه والجزائر تاتي في القلب لما لديها من حضور قوي في المنطقه بفضل كثير من ارث العلاقات المتراكمه على مدار التاريخ منذ خمسينات السنوات حتى الان وما يكنه الشعب الجزائري من حجم الدور المصري في حوار هذه في استقلال الجزائر عام 63 بكل تاكيد العلاقات السعودية ستكون لديها حيز اهميه على المستوى السياسي والاقتصادي وسيتم الاتفاق على تفعيل اللجنه العليا المشتركه وعرض اجتماعاتها على مستوى رئيسي الوزراء بعد نجاح عوده آلية التشاور السياسي على مستوى وزير الخارجيه في العام الماضي والتي لعبت دورا كبيرا في احداث نقله نوعيه احداث تطابق وطلاقة العلاقات الاقتصادية الجزائريه واعتقد سيكون الشكل الصارم والتجاري والاستثماري بين البلدين حيث الاسلام والاميه الكبرى خاصه الجزائر راغبه في استلهام نموذج التنميه الاقتصاديه في مصر في السنوات السبع الماضيه ومحققته من نجاحات واضحه كبيره هذا الامر تطبيقه في الجزائر بعد تعطل المسار الاقتصادي الجزائر اكثر من 10 او 15 عاما ثم يكون هناك ايضا تطرق بشكل معمق بين الزعيمين لمجمل القضايا العربيه تاتي القضيه الليبيه والقضيه السوريه في جدول اهتمام خاصه ان القاهره والجزائر لديهم درجه كبيره من التلاقي والتوافق فيما يتعلق بالضرورة في في مساعدة الحكومة الليبية والفرقاء الليبيين على العودة إلى الحوار وأيضا إحداث نوع من السريعة السريعة لمسار التسوية السياسية في ليبيا بعد حل الانفلات الكامل على مدار 11 عاما وسيكون هناك أيضا للأزمة السورية وأيضا إمكانية عودة سوريا للقمة العربية المنطقة في الجزائر في شهر يونيو القادم فرصة من النقاش المطور قبل الجزائر وعودة على طول المصري بالتعاون مع شقائها العرب لفتح آفاق جديدة. تم عوده سوريا للجماعة العربيه وايضا استعاده مقاعدها واعتقد ان الجانب الجزائري يرى ان الدور المصري المحوري والحيوي والاكثر الحيوية في العالم العربي في الشرق الاوسط سيلعب دورا كبيرا في استعاده الجزائر في توثيق تفكير العربيه قبل القمه المرتقبه والبحث في مسارات عوده سوريا ولو بشكل تدريجي بالتفاهم والحوار والنقاش المصري مع الزعماء والقاده والدول العربيه في هذه المرحله الدقيقه. نعم شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام كنت معنا في السادسه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجويه واللواء امير سيد احمد مستشاري رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي مستقبل مصر. وذلك ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديده والذي يستهدف استصلاح اكثر من مليوني فدان ويعزز من استراتيجيه الدوله لزياده نسبه رقعه الاراضي الزراعيه على مستوى الجمهوريه وتوفير الالاف من فرص العمل في التخصصات المختلفه وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع مستقبل مصر من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء فضلا عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضمنه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة. هذا وقد شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم وذلك في اطار المشروع القومي للصوب الزراعية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمه الاداريه الجديده وكذلك الاسكان الخاص بالموظفين في العاصمه الاداريه وفق اعلى معايير الجوده المخططه جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان بهدف متابعه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه وخاصه فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظه القاهرة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الاسكان على مستوى الجمهورية. خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لسيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الاحياء السكنيه المختلفه فضلا عن منطقه النهر الاخضر وفي هذا السياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للاسكان الخاص بالموظفين في العاصمه الاداريه وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة موجها سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العالمين الجديدة وكذلك سير العمل في مدينه المنصوره الجديده بعناصرها السكنيه والانشائيه والخدميه المتنوعه فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة الساحلية المتميزة وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصة ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريضة انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعه حرب ومصطفى كامل ووصولا الى منطقه ميدان العتبه موجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعاده رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالاضافه الى بدء التطوير الحضاري لحديقه الازبكيه لاسترجاع مكانتها كاحدى اهم الحدائق التراثيه بالعاصمه كما تم في ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون بشقيها السكني وكذا التجاري والترفيهي فضلا عن تطوير منطقة مثلث مسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بمسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن. كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنيه التي يتم تنفيذها ضمن المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين بما في ذلك اتاحه مبدا ايجار الوحدات السكنيه في اطار المبادره تنفيذا لتوجيهات سيادته في هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن محور سكن كريم من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، وأضاف أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ الوحدات السكنية. وخلال اجتماع عقده لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجه مدبولي الوزراء بعقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية للتنسيق معهم بهذا الشأن، كما كلف أيضا بسرعة تحديد المواصفات التي سوف يتم توحيدها عند تطوير الوحدات هذا وقد اكد مدبولي ان الاجتماع ياتي بهدف دراسه قدرات الجمعيات الاهليه ومدى امكانيه قيامها بمهمه تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن سكن كريم انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مرجان 17 والذي تجرى او تجري فعالياته بالمملكه العربيه السعوديه ويستمر لعده ايام وياتي في اطار خطه التدريبات المشتركه للقوات المسلحه المصريه والسعوديه. ويتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظريه والمؤتمرات التدريبيه كذلك تنفيذ العديد من البيانات العمليه والانشطه منها تنفيذ عده رميات تكتيكيه للقوات الخاصه البحريه لكلا الجانبين بمختلف الاسلحه الصغيرة وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحي وتنفيذ رماية سطح جو على هدف جوي وتنفيذ تشكيلات ابحار ويهدف التدريب الى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحريه لكلا البلدين وتوحيد المفاهيم العملياتيه بين جانبين في اساليب وطرق تنفيذ المهام البحريه ضد التهديدات المختلفه وكذلك تدريب اطقم الوحدات البحريه على مهام الحروب البحريه المختلفه ومهام القوات الخاصه بما يسمى في رفع الكفاءه القتاليه للقوات البحريه لكلا البلدين الشقيقين يشارك وزير الخارجيه الرئيس المعين للدوره المقبله لمؤتمر اطراف اتفاقيه الامم المتحده الايطاليه لتغير المناخ سامح شكري يشارك في المنتدى المصري الامريكي الافتراضي حول تغير المناخ عبر الفيديو كونفرنس أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة قوات الحوثي لمهاجمتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة كذلك أدانت مصر هجوم قوات الحوثي تجاه دولة الإمارات وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على أن استمرار هجمات الحوثي ضد السعودية والإمارات يعد تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما فضلا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولية وقد جددت مصر تضامنها الكامل مع كل من السعودية والإمارات ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات كما أدان البرلمان العربي وبشدة قيام قوات الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين تجاه الإمارات والذي تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قبل الدفاع الإماراتي كذلك ادان البرلمان العربي اعتداء قوات الحوثي على مدينه جازان بالمملكه العربيه السعوديه باطلاق صاروخ باليستي سقط في المنطقه الصناعيه هذا وقد حذر البرلمان العربي من التصعيد الخطير لقوات الحوثي مشددا على انه لا يهدد فقط امن واستقرار الدولتين وانما هو تهديد لمنظومه الامن القومي العربي عامه والخليجي خاصه كما ايضا يشكل تهديدا للسلم والامن الاقليميين ويقوض الامن القومي العربي ويضر بالامن والسلم الدوليين كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف فلاح مبارك الحجرة إطلاق قوات الحوثي صواريخ باليستية باتجاه دولتي السعودية والإمارات وأكد الحجرة أن استمرار هذه الاعتداءات تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية وكذلك رفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن وطالب أمين مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتخاذ موقف حاسم تجاه قوات الحوثي لوقف هذه الأعمال المتكررة والتي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية والمدنيين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية لقوات الحوثي في محافظة الجوف باليمن فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبو ظبي، وكانت الإمارات قد نجحت أيضا في اعتراض الصاروخين وتدميرهما، وأضافت أبو ظبي أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا، وقالت أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها قد سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي. استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر واكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الولايات المتحده في المجالات الدبلوماسيه والاقتصاديه بالاضافه الى التعاون الامني ضمن اطر المشوره والتمكين والدعم الاستخباري والحفاظ على سياده العراق عقد نائب رئيس البرلمان العربي رئيس اللجنه المشتركه المعنيه بالتنميه المستدامه حسن بن علي المدحاني اجتماعا مشتركا مع مديره اداره التنميه المستدامه والتعاون الدولي بجامعه الدول العربيه السفيره ندى العجيزي وذلك بمقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه وخلال اللقاء عرض المدحاني تشكيل اللجنه المشتركه المعنيه بالتنميه المستدامه واهدافها واليه عملها ومن جانبها اكدت السفيره ندى العجيزي على اهميه تعزيز اواصر التعاون المشترك بين اللجنه واداره التنميه المستدامه والتعاون الدولي بجامعه الدول العربيه كما تم ايضا التاكيد خلال الاجتماع على ضروره بلوره رؤيه عمل ثنائيه على نحو يعزز من دور الجانبين وذلك باتخاذ خطوات تنفيذيه في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك إلى لبنان حيث دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى أن تستأنف حكومته مهامها بجدية وفاعلية مشددا على أن التحديات الراهنة لم تعد تسمح بأي تأخير جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس الوزراء اليوم بعد العودة من التعطيل الذي دام لأكثر من ثلاثة أشهر وأعرب ميقاتي عن أمله في أن تكون الجلسة مثمرة ويتعاون فيها الجميع بروح المسؤولية بعيدا عن أي خلافات وقد عاد مجلس الوزراء اللبناني لانعقاد اليوم بعد تعطيل دام لمده ثلاثه اشهر بسبب خلافات بين القوى السياسيه على خلفيه تحقيقات انفجار ميناء بيروت. معالي وزير الماليه عرض التصور الفهم الاولي في كيفيه وضع مشروع الموازنه، كما عرض سلسله مؤشرات انطلاقا من الواقع القائم وماذا يحقق مشروع الموازنه في حال اقراره كما هو. نحن عرضنا اليوم اذا بدكم الفكره او الرؤيه من وراء وضع مشروع الموازنه على ان يستتبع هذا العرض ابتداء من الغد لكل الوزراء بان يدلوا بدلوهم في كل بند على حده في كل فقره على حده دوله رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن دراسة الموازنة ستكون بندا بندا وفقرة فقرة ومادة مادة. وعليه ومهما أخذت من الوقت مع أنه نحن مضغوطين ولازم نعجل، مهما أخذت من الوقت فإنه سيتم إقرارها في أقرب فرصة ممكنة. الجلسة الأخيرة ستكون في بعدة لإقرارها نهائيا وإحالة مشروع المرسوم إلى مشروع القانون إلى مجلس النيابة <applause> بدات المفاوضات الرسميه بين الحكومه اللبنانيه وصندوق النقد الدولي بشان برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومه في ابرامه مع الصندوق ويراس المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومه سعاده الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميرز حيث تعقد المفاوضات في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونيه نتيجه لجائحه كورونا هذا وقد قال نائب رئيس الحكومه ان الجوله الاولى من المفاوضات تبحث على امتداد الاسبوعين المقبلين مواضيع عده منها الموازنه وقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقه والحوكمه ايضا ومساعده العائلات الفقيره دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم دول العالم إلى العمل معا لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا وأضاف أدهانوم خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التنمية الألمانية سيفينيا شولتس أن دول العالم باتت لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن العالم مقبل على منعطف خطير مع دخول الجائحة لعامها الثالث ويجب العمل معا لإنهاء هذه المرحلة الحرجة من الوباء أصدرت الحكومة الصينية أوامر لسكان منطقة في بكين يقطنها مليون نسمة للخضوع لاختبارات جماعيه لفيروس كورونا بعد اكتشاف سلسله اصابات في العاصمه ويكثف الحزب الحاكم تطبيق استراتيجيه صفر كوفيد تجاه فيروس كورونا والتي تتضمن فرض عمليات اغلاق وفرض ايضا قيود على السفر واجراء اختبارات جماعيه كلها تم اكتشاف الاصابات فيها وذلك مع استعداد بكين لانطلاق دوره الالعاب الشتويه في الرابع من شهر فبراير المقبل. في اليابان قال مسؤولون حكوميون ان اليابان ستوسع حاله شبه الطوارئ لتشمل اكثر من 30 محافظه من اصل 47 محافظه في البلاد للحد من الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا وتجري الحكومه مشاورات حول اضافه المزيد من المناطق اثناء مناقشه مده الاجراء بعد ان وصلت حاله الاصابه بفيروس كورونا اليوميه المؤكده في البلاد الى 54576 حاله يوم السبت الماضي مدفوعة بمتحور او مايكرو سريع الانتقال بدرجة كبيرة. قال رئيس الوزراء البريطاني بيرس جونسون ان الوافدين الى انجلترا من خارج البلاد لن يضطروا بعد الان للخضوع لفحوص الكشف عن فيروس كورونا اذا كانوا قد تلقوا التطعيم. وأضاف جونسون في تصريحات له أن تغيير قواعد يهدف لإظهار انفتاح بلاده أمام أنشطة الأعمال والمسافرين وأنه ابتداء من السابع والعشرين من شهر يناير الجاري لن يكون وضع الكمامة إلزاميا بموجب القانون ولن يوصي رسميا أيضا بالعمل عن بعد ولن يشترط أيضا تقديم شهادة صحية لدخول الملاهي الليلية وبعض التجمعات الكبرى. <applause> تطمح آلية كافكس لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات ضد كورونا تطمح إلى التغلب على الوباء في عام 2022 من خلال عدم الاكتفاء بتسليم اللقاحات فحسب بل تولي توزيعها وحقنها كذلك تريد أن تتولاهما وتهدف الآلية إلى ضمان توزيع منصف للقاحات على الدول الفقيرة حيث وزعت حتى منتصف يناير الجاري نحو مليار جرعة من اللقاح على الرغم من مواصلة متحوره اوميكرون من فيروس كورونا انتشارها بالعالم، تطمح آلية كوفاكس التي اطلقتها الامم المتحده لتزويد الدول الفقيره باللقاحات في التغلب على الوباء في عام 2022. كوفاكس التي انشئت بمبادره من منظمه الصحه العالميه والتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي لا تسعى فقط الى الاكتفاء بتسليم اللقاحات فحسب، بل تطمح ايضا الى تولي توزيعها وحقنها، وتهدف الاليه لضمان توزيع منصف للقاحات، حيث وزعت حتى منتصف يناير الجاري نحو مليار جرعة من اللقاح، ما يعتبر انجازا وخيبة أمل في آن واحد، إذ أن العدد أدنى بكثير مما كان مقررا بالأساس، وتواجه كوفاكس الكثير من العقبات، وعانت بصورة خاصة من استراتيجية الدول الغنية التي تتحصل على أكبر عدد ممكن من اللقاحات، كما أنها بحاجة إلى 5.2 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر لتمويل جرعات اللقاحات التي تحتاج إليها عام 2022 لكن هدف منظمة الصحة هو تلقيح 70% من سكان كل من الدول بحلول يوليو 2022 وهو هدف طموح بالنظر إلى أن 85% من سكان الدول الأفريقية لم يتلقوا حتى جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن يشار إلى أن أكثر الدول المستفيدة من لقاحات كوفاكس هي بنجلاديش بواقع 130 مليون جرعة تلتها إندونيسيا بواقع 87 مليونا وباكستان بنحو 77 70 مليونا والفلبين بنحو 66 مليون جرعه. قال رئيس الوزراء البريطاني بارت جونسون انه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان الهجوم على اوكرانيا سيكون خطوه كارثيه لها عواقب وخيمه ومؤلمه، واضاف جونسون ان الهجوم الروسي على اوكرانيا ليس محتوما. ويمكن للمنطق ان يسود مشيرا الى ان المخابرات البريطانيه متشائمه بشان الوضع على الحدود الروسيه الاوكرانيه <applause> قالت الولايات المتحده انها امرت بمغادره مغادره افراد عائلات موظفيها من سفارتها في اوكرانيا مشيره الى استمرار خطر قيام روسيا بعمل عسكري وحضرت السفاره الامريكيه في كييف من ان العمل العسكري الروسي يمكن ان ياتي في اي وقت وان حكومه الولايات المتحده لن تكون في وضع يمكنها من اجلاء المواطنين الامريكيين في مثل هذه الحاله الطارئه أكدت أوكرانيا أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء عائلات دبلوماسيها في كييف سابق لأوانه في ظل مخاوف من هجوم روسي محتمل، وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية إن حكومة كييف تعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأمريكي تعكس حذرا مبالغا فيه على حد تعبيره. من جانبه اعلن مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان الاتحاد لن يطلب سحب عائلات دبلوماسيه من اوكرانيا كما فعلت الولايات المتحده واضاف انه لا حاجه لتهويل الوضع بشان اوكرانيا فيما لا تزال المحادثات مع روسيا جاريه أعلنت روسيا أنها تتوقع من حلف شمال الأطلسي نيتو تقديم رد منفصل عن رد واشنطن على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون قالوا إن واشنطن طالبت نظرائهم الروس بإبقاء الوثيقة السرية وأن الرد المكتوب في إدارة بايتن سوف يشمل مقترحات أمنية أمريكية ويظهر اهتمام واشنطن بمواصلة الحوار. be yeah. Ra ما بين صيحات الحرب ونداءات السلام يزداد مستقبل الازمه الاوكرانيه ضبابيه فقبل ايام خلال اجتماع الولايات المتحده وروسيا في جنيف خرجت تصريحات ايجابيه عن امكانيه حل ملف الضمانات الامنيه في اوروبا والتصعيد على الحدود الاوكرانيه واليوم تنادي واشنطن رعاياها بسرعه مغادره اوكرانيا امر امريكي لعائلات دبلوماسيها في كييف بمغادره اوكرانيا بسبب ما سمته التهديد المستمر بعمل عسكري روسي وفق ما اعلنت الخارجيه الامريكيه داعيه مواطنيها ايضا الى تجنب السفر الى روسيا، القرار الامريكي قد يزيد من التوترات بين روسيا والغرب بشان الامن الاوروبي، وكذلك المخاوف المتعلقه بهجوم محتمل لاوكرانيا من جانب روسيا، روسيا من جانبها اكدت مرارا انه لا نيه لها لشن اي عمليه على اوكرانيا، مشدده على ان كل التقارير التي تتحدث عن ذلك غير صحيحه، والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقه وتأجيج الخطاب المعادى لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصاديه جديده وتبريرا لتوسع الناتو شرقا وتطالب روسيا حلف الشمال الاطلسي بان يلغي رسميا قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب امام انضمام جورجيا واوكرانيا للحلف مشدده على ان تقديم ضمانات لموسكو بوقف توسع التكتل العسكري شرقا يصب في مصلحه الغرب وتلقى ايضا مقترحات رفضها الناتو لتزداد الهوه اتساعا ما بين الولايات المتحده وحلفائها من جانب وروسيا على الجانب الآخر مشاهدينا الكرام السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها إطلاق نار داخل قاعة محاضرات جامعة هايدلبرغ الألمانية ومقتل منفذ الهجوم اعلنت الشرطه الالمانيه مقتل شخصين جراء اطلاق نار داخل قاعه محاضرات في جامعه هايدلبرغ غرب المانيا من بينهما منفذ الهجوم واصابه اخرين وجاء بيان في الشرطه الالمانيه لشرطه مانهايم ان شخصا بمفرده اصاب عده اشخاص في قاعه المحاضرات بجروح موضحه ان عناصر الشرطه انتشروا في حرم نيونهايمر فيلد في الجامعه بدأ التصويت داخل البرلمان الايطالي لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق مفتوح تراقبه الاسواق الماليه عن كثبه مع ظهور اسم رئيس الوزراء ماريو دراجي كأحد ابرز المرشحين ويساور الساسه في ايطاليا مخاوف من ان تؤدي النتيجه الى غموض سياسي جديد في ثالث اكبر اقتصاد في منطقه اليورو. في عملية قد تستغرق عدة أيام، يصوت البرلمان الإيطالي لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق مفتوح يبرز فيه اسم رئيس الوزراء ماريو دراجي كأحد أقوى المرشحين خلفا للرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتريلا، ويراس دراجي حكومة وحدة وطنية وقد أبدى رغبته في تولي منصب الرئاسة الذي يستمر سبع سنوات، لكن هناك إحجام بين بعض الأحزاب عن مساندته خشية أن يؤدي تخليه عن رئاسة الحكومة إلى اضطرابات سياسية، وإذا أصبح دراجي رئيسا للدولة فسيكون من الضروري التوصل لاتفاق على الفور بشأن رئيس وزراء آخر لضمان ألا تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى تعريض مساعي إيطاليا لتلقي نحو 200 مليار يورو من أموال الإغاثة من الأوبئة من الاتحاد الأوروبي للخطر. آلية انتخاب الرئيس في إيطاليا معقدة نوعا ما، إذ يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بالاضافه الى ممثلي المناطق الايطاليه العشرين اي ما مجموعه حوالي الف شخص للتصويت في الجولات الثلاثه الاولى من التصويت تكون غالبيه الثلثين ضروريه لكن اعتبارا من الجوله الرابعه من التصويت تكون الغالبيه البسيطه كافيه لفوز المرشح بالرئاسه منصب الرئيس في ايطاليا هو منصب فخري الى حد بعيد الا ان رئيس الجمهوريه الايطاليه يطلع بدور رئيسي حال حدوث ازمه حكوميه في عهده الممتد لسبع سنوات أوردت وكالة الأنباء الفرنسية سماع دوي إطلاق نار في واجدوجو بدولة بوركينا فاسو قرب مقر إقامة الرئيس روش مارك كابوري حيث شهدت تمرد جنود داخل سكنات عدة هذا وقد فرضت السلطات حظرا للتجوال في البلاد اعتبارا من أمس الأحد وحتى إشعار آخر فيما أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان أن المدارس سوف تغلق اليوم وغدا في كل أنحاء البلاد من جانبها أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان لها أنها تت تابع وبقلق بالغ الاوضاع في بوركينا فاسو معربه عن تضامنها مع الرئيس روش مارك كابوريو مع حكومته حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن الاضطراب في التعليم في العالم بسبب جائحة كورونا مؤكدة أهمية إعادة بناء الصحة العقلية والبدنية للأطفال وذكرت اليونيسف أنه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط جعل إغلاق المدارس ما يصل إلى 70% من الأطفال في سن العشر سنوات غير قادرين على قراءة أو فهم نص بسيط وهو ارتفاع من 53% في فترة ما قبل الجائحة أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أحد أهم إنجازات قطاع التعليم في مصر تتمثل في تطوير المدارس التكنولوجية واليابانية. وبالتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم. أوضح تقرير معلوماتي للمركز أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 28 مدرسة حتى عام 2021 و48 مدرسة يابانية حتى العام الدراسي 2021-2022. وأوضح التقرير أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصلا بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 3933 فصلا تم إنشاؤهم ضمن القرى الأكثر احتياجاً تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشه لجان امتحانات الشهاده الاعداديه والصف الاول الثانوي العام بعدد من مدارس مدينه العريش للاطمئنان على صحه سير الامتحانات وتوفير كافه احتياجات الطلاب باللجان وقال المحافظ ان الورقه الامتحانيه للصفين الثالث الاعدادي والاول الثانوي العام مطابقه للمواصفات وان الامتحانات في متناول الجميع وفي مستوى الطالب المتوسط وان الاسئله من المناهج الدراسيه التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول جينا النهاردة في سنة ثالثة أعدادي عندها مادة علوم إجمالي الطلبة الموجودين عندنا في محافظة شمال سيناء حوالي 8400 طالب في الأعدادية وتقريبا نصهم في أولى سنة إحنا أولى سنة النهاردة في امتحان في مادتين رئيسيين كيمياء وجغرافيا إن شاء الله بنتمنى للناس كلها التوفيق والمستوى بتاع الناس نتيجه المرور يعني مستوى مبشر يعني ان شاء الله أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن إطلاق قافلة طبية داخل قرية الجالية الأولى بمركز بلقاس بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتشمل القوافل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وكذلك إجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان. هذا وتستمر القوافل لمدة يومين بالقرية المستهدفة لتتمكن من إجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين المستحقين تواصلت فعاليات اليوم الثاني للقافلة الطبية التابعة لمديرية الصحة في أسوان بقرية الشطب التابعة لمركز دراو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو 1425 مواطنا وقد شملت القافلة عشر تخصصات مختلفة كما تم تحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان لعمل أشعة الرنين المغناطيسية وكذلك إجراء عدد من العمليات الجراحية وقد أعرب المواطنون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين أن القوافل الطبية وفرت عليهم عناء التنقل لعيادات الأطباء وكذلك وكذلك تكلفه الادويه لو محتاج حاجه من الخدمات دي سواء علاج او تحليل او شعب بنعملها عندنا في القافله بالمجان لو محتاج تدخل اعلى من كده زي ما بنقول تدخل سنوي محتاج اشعه تمرين مغناطيسي اشعه مقطعيه محتاج منظار محتاج تدخل جراحي محتاج علاج امراض مزمنه بنحوله لاقرب مستشفى تابع لمديريه الشؤون الصحيه محافظه اسوان وبنتابع له بقيه الاجراءات في المستشفى وبيتم استصدار قرار علاج على نفقه الدوله عشان يصرف العلاج الشهري بتاع الامراض المزمنه بالمجان او نقوم بالتدخل الجراحي المناسب ليه نظمت مديريه الشؤون الصحيه بالبحر الاحمر قافله طبيه بوحده صحه اسره ام الحويطات التابعه لاداره سفاجه الصحيه ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 137 مواطنا بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 29 فحصا معمليا وإجراء 16 أشعة وسونارة، كما تم إجراء 14 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. أكدت وزارة البترول على أهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية مشيرة إلى أن الدولة لديها رؤية سابقة من خلال زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف وصديق للبيئة وخلال اجتماع عقده وزير البترول والبيئة لاستعراض الاستعداد لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 في شهر نوفمبر المقبل اكد وزير البترول ان مصر تعمل على العديد من المبادرات الداعمه لعمليه خفض الانبعاثات في مجال الطاقه كما لفت الوزير الى التعاون القائم مع دول وشركات عالميه بهدف الوصول لخطط من شانها المساهمه في خفض الانبعاثات الكربونيه وصل محافظ البحر الاحمر عمرو حنفي افتتاح عدد من المشروعات المختلفه بمدينه سفاجه وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى ال 52 العيد القومي للمحافظه في جوله موسعه قام بها في المدينه واعلن المحافظ بدء دخول الغاز لمدينه سفاجه بدعم كامل من الدوله وبتكلفه محدوده على المواطن واوضح عمرو حنفي ان سفاجه تحظى باهتمام كبير من القياده السياسيه وستكون قاطره للتنميه خلال السنوات القادمه. اعلنت هيئه الدواء المصري عن منح رخصه الاستخدام الطارئ لمستحضر المونو رافير المقاوم لفيروس كورونا وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمه للحضور على الحصول على رخصه الاستخدام الطارئه واكدت الهيئه ان هذا قد تم في اقل من شهر من حصول المستحضر على رخصه الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابيه العالميه وهيئه الدواء والغذاء الامريكيه وهيئه الادويه الاوروبيه ايضا كما اعلنت الهيئه ان المستحضر سوف يتم تصنيعه محليا لتكون مصر اول دوله بمنطقه الشرق الاوسط تقوم باصدار رخصه التسجيل الطارئ للعقار أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية اليوم بمحافظة الأقصر المؤتمر السنوي الأول للشراكة الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية، ويستهدف المؤتمر نقل التجارب الصحية الناجحة للأشقاء الأفارقة بالإضافة إلى تنشيط فرص السياحة العلاجية مع دول القارة السمراء، وذلك بحضور 25 سفيرا من الدول الأفريقية. وقد اكد رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه الدكتور احمد السبقي قوه الروابط المصريه الافريقيه مشيرا الى وجود تعاون كبير مع الاشقاء الافارقه وان مصر تقدم كامل الدعم للدول الافريقيه في اطار التوجيهات الرئاسيه في هذا الصدد. احنا بنحاول نقوي اواصر التعاون الدولي مع مدن الافريقيه في جميع المجالات يمكن النهارده المجال الصحي هو عنوان المؤتمر النهارده بنعرفهم ما التقدم اللي حصل في محافظه الأسر خاصه في المجال الصحي والطبي في الحقيقه طبعا النهارده هذا المؤتمر بياتي ترجمه واقعيه لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دعم الافارقه من مختلف الدول الافريقيه في مجالات الرعايه الصحيه ويمكن النهارده وفقا للبروتوكول الموقع ما بين الهيئه العامه للرعايه الصحيه والوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه بوزاره الخارجيه وهي زراعه للدوله المصريه في تقديم الدعم للدول الافريقيه، النهارده بنشوف هذه الفعاليه كاحد اهم الفعاليات اللي من شانها ان هي تدعم العلاقه ما بين الدول الافريقيه ومصر فيما يتعلق بنقل التجربه المصريه في التامين الصحي الشامل في التغطيه الصحيه الشامله. بنسعى على دعم الدول الافريقيه في كافه المجالات من ضمنها المجال الطبي، التعاون مع الهيئة الرعاية الصحية هيدعم جهد الوكالة وجهد مصر في الإطار الأفريقي في هذا الإطار أهلا بحضراتكم مجددا في نشرة أخبار الساعة السادسة من التلفزيون المصري التقت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم مع محافظ الغربية طارق رحمي بديوان عام المحافظة ضمن برنامج زيارتها لافتتاح مسرح الثالث والعشرين من يوليو بمدينة المحلة الكبرى وقد تناول اللقاء بحث تكثيف النشاط الفكري والفني وكذلك تفعيل عدد من المشروعات الابداعيه بالمحافظه وقد اكدت وزيره الثقافه ان الابداع يلعب دورا هاما في تنميه الوعي والادراك وكذلك تطوير المجتمع وبناء الانسان من جانبه اشاد محافظ الغربيه بجهود وزاره الثقافه والنشاط الثقافي والفني المقدم لابناء المحافظه بالاضافه الى سرعه تطوير العديد من المواقع الثقافيه التي اصبحت روافد هامه لبناء الانسان مشاهدينا الكرام من اخبار السياسه نتحول الان الى اخبار الاقتصاد مع زميلة آية كفوري مساء الخير شكرا ميرفت شكرا اميمه والان نتحول الى جولتنا الاقتصاديه محلية وعالمية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والسعي بكل جهد ممكن لإحداث طفرات أخرى وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم كما اعرب مدبولي عن استعداد الحكومه لتقديم كل التسهيلات الممكنه من جانبها من اجل تحقيق هذه المستهدفات قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان, إن مصر تعتزم استثمار رئاساتها القادمه لمؤتمر كوب 27 الاطراف وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكه بين القطاعين العام والخاص والاستدامه والانتقال نحو الاقتصاد الاخضر، واكد مدبولي في كلمته امام منتدى الغرفه التجاريه الامريكيه ان هناك امكانات هائله للتعاون بين مصر والولايات المتحده في هذه المجالات، واوضح مدبولي ان مصر ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئه لتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، والتي تضمنت اصلاح السياسات وادخال قوانين وتشريعات جديده، وتعديل اللوائح والانظمه القائمه، وتطبيق مجموعه من, من الاجراءات البيئيه على الخطه الاستثماريه 2021-2022، وذلك للوصول الى ميزانيه استثماريه خضراء بنسبه 100% بحلول عام 2030 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي وأوضحت وزارة الزراعة أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون فدان خلال الموسم الحالي مقارنة بثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فدان خلال الموسم الماضي وبزيادة قدرها اثنان وثمانون ألف فدان كما أشرت الوزارة إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاك للمياه وأعلى في الإنتاجية وذلك بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامج قومي لإنتاج تقوي الخضر يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية ويهدف البرنامج إلى تحقيق درجة, درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من تقوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة في ضوء استراتيجية النهضة الزراعية الشاملة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها وتوجه مصر لتحقيق الامن الغذائي، اعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامجا قويا لإنتاج تقاوي الخضر، يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية، ويهدف المشروع إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة وبنروي بالتنقيط، لأن التنقيط عندنا أحسن من, من 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 وغامر ووفر معانا كويس ماشي كويس وكما بتاعنا من جمعية ومشينا الحمد لله ربنا رضيها ومشينا الحمد لله نحمد الله ونشكر الفضل وزارة الزراعة قالت إن صادرات محصول البطاطس حلت في المركز الثالث لصادرات مصر الزراعية لأسواق العالم خلال عام 2021، ويبلغ إجمالي مساحة محصول البطاطس في محافظة دمياط وحدها ما يصل إلى 9290 فدان. بيوجد مساحة منزرعة بمحافظة دمياط بمساحة 9290 فدان، معظمها بيتركز في كفر منطقة كفر سعد، كل هذه المساحات طبعاً معظمها. بتستخدم بطرق الري الحديث. الحديثه طرق الري الحديثه بتعطي انتاجيه عاليه للمحصول وبتعطي صفات كويسه وزرع على تنقيط قرطين تنقيط بزرع التنقيط ده بقالي كام سنه لان التنقيط معايا بسم الله يعني ما شاء الله يعني انتاجيته اعلى ويوفر سماد اعلى ويوفر عماله في كل حاجه ان كان في ري او في كلام ده بيوفر عماله وبلم الباص السريع على عمر 135 يوم تشهد المنظومه الزراعيه تطورا كبيرا في السنوات الاخيره وتبذل الحكومه جهودا حثيثه خاصه في مجال التنميه المستدامه في القطاع الزراعي وهو ما اثر بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين وتوفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه والوصول الى فائض للتصدير الى الخارج. كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 عن نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية وأشار التقرير إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو مليار وستة وخمسين مليون دولار في شكل خطوط اكتمال البنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر وفي هذا السياق فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020-2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4 مليارات و800 مليون دولار. أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لوزارة الخدمة المدنية الليبية لرفع كفاءة المؤسسات والموظفين في ليبيا وخلال لقاء مع وفد من الوزارة الذي يقوم بزيارة للقاهرة للاطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري شدد رئيس الجهاز صالح الشيخ على عمق العلاقات والروابط التي تربط بين الشعبين المصري والليبي من جانبه أشاد الوفد الليبي بالخطوات التي انتهجتها مصر في سبيل خلق جهاز إداري وفعّال فضلاً عما تمّ على صعيد مشروعات التحول الرقمي. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي وسط أحجام تداول منخفضة وتراجع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747 مليار و802 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إيجي إك 30 اليوم بنسبة 34 من المائة في المائة وأغلق عند 11616 نقطة أيضا تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إك 70 بنسبة 2.3 وثلاثة من المائة في المائة واغلق عند الفين ومائه واثنتين وثلاثين نقطه امتدت ايضا الانخفاضات لايج اكسمندرا الاوسع نطاقا وانخفض بنسبه واحد وثلاثه وخمسين من المئة في المئة واغلق عند ثلاثه الاف ومائتين ومائه واثنتين وثلاثين نقطه ننتقل إلى أسواق المعادن النفيسة حيث استقرت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1836 دولارا و21 سنتا للأوقية، أما على الصعيد المحلي فسجل جرام الذهب يرفع 18 نحو 689 جنيها، ولمس عيار 21 السعر اليوم 804 جنيهات، ووصل عيار 24 السعر اليوم إلى 919 جنيها، وأخيرا مشاهدينا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 6424 جنيها. إلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط على خلفية مخاوف من تعطل الإمدادات وسط قلق متزايد بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 4 من المئة في المائة وأغلق عند مستوى 88 دولارا و20 سنتا للبرميل أيضا زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 21 سنتا أو ما يعادل 30 من المئة في المائة وحقق 85 دولارا و35 البرميل. قال المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي إن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وافقت على الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج وأضاف المكتب أن ذلك يسمح للمستثمرين في الخارج بالتقدم بطلب للموافقة على إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أداء استثمارية تتيح جمع أموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بما يسمح بإدراج الشركة المستهدفة في أسواق الأسهم بسرعة أكبر رجعت عمله البيتكوين نحو 9% لتصل الى ادنى مستوياتها منذ سته اشهر وانخفضت البيتكوين اكبر العملات المشفره بنسبه 8.8% لتصل الى 33,058 دولارا وهو ادنى مستوى لها منذ منذ الثالث والعشرين من يوليو الماضي وبذلك تكبدت البيتكوين خسائر تتجاوز 50% منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي انتهت مشاهدينا جولتنا الاقتصاديه ودمره اخرى الى اميمه ماكور ومرفه المليكي شكرا لك ايه مشاهدينا الكرام باخبار الاقتصاد تنتهي نشره اخبار الساعه السادسه والان الى العناوين الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يزور مصر لمده يومين. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديده. الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمه الاداريه الجديده. نهاية النشرة السادسة من التلفزيون المصري نشكر حضراتكم لطيب المتابعة شكرا لكم وفي امان الله